نشيل بقى كده المعلقة والشوكة بالراحة، هقطع لكم حتة برضو كده عشان تشوفوها. شايفين؟ تحفة، أحلى وصفة تيراميسو هتاكلوها. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة تيراميسو، صنف حلويات ايطالي شهير والناس كلها بتحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحتاج بسكوت تيراميسو. بسكوت تيراميسو هو بسكوت اصابع الست، بس المسميات بتختلف يعني من حد للتاني، بس هو نفس البسكوت. كوباية مية دافية، كريمة لباني، قشطة، جبنة كريمي، والثلاث مكونات دول مقاديرهم قد بعض، يعني 240 جرام 240 جرام 240 مللي. كيسين كريم كراميل من غير الكراميل بتاعه، الاكياس الباودر بس، معلقه صغيره فانيليا، نسكافيه، سكر، كاكاو خام للوش، جبنه بوله كبيره عشان نخلط فيها، نضيف القشطه دي، قشطه بلدي من لبان او بتاعه وش اللبن يعني لو بتحوشوها، كريمه والجبنه، القشطه والكريمه يكونوا ساقعين، انما الجبنه عشان تعرفوا تنزلوها تكون بره التلاجه، والفانيليا. وكيسين الكريم كراميل، هو التيراميسو اساسا يعني بيتعمل بره في ايطاليا ومعروف بيتعمل بالبيض الني، بس طبعا احنا مش هناكل بيض ني، فانا عملت الوصفه دي بالاكياس الكريم كراميل، طعم ومذاق رائع يعني احلى كمان من الاصلي اللي بيتعمل بالبيض من غير بيض ني. خلاص بقى كده نخلطهم بقى بالمضرب الكهرباء. نضيف الميه الدافيه والنسكافيه والسكر. خلاص كده انا دوبت النسكافيه والسكر في الميه الدافيه. اجيب بقى الطبق اللي انا هعمل فيه التيراميسو، احط اول طبقه كده حاجه بسيطه كده خلطه الكريمه اللي احنا عملناها، ننزلها كده في خليط النسكافيه ونشيلها على طول. فيعني بصوا يعني زي الكيك ما بيستحملش خالص، يعني ما سيبهاش كده في الميه شويه، لا يا دوبك انزلها واشيلها على طول، هي هتطرى. التيراميسو ده اساسا حلويات ايطاليه، معناها بالانجليزي بيك مي اب، يعني ارفع معنوياتي، احنا محتاجين نرفع معنوياتنا، هنرفع معنوياتنا لنفسنا. طبقة الكريمة اللي حطها تغطي لي البسكوت كله، يعني طبقة وافية. اضيف بقى اخر طبقه كريمه فوق وش التيراميسو. نحطها في التلاجة شوية وبعدين لما تطلع نزين الوش بالكاكاو. خلاص كده التيراميسو خلص معانا وطلع من التلاجة، نزينه بقى بالمعلقة والشوكة كده. هنحتاج للوش للتزيين نص معلقة كبيرة ممسوحة كاكاو خام، ما تحطوش اكتر من كده عشان ما يمررش.